موعد آخر أعطى وزير الأشغال العمومية فاروق شعلي الإشارة لدخول المنشأة الفنية للجسر الحديدي الذي يربط منطقة حوش المسعودي والمدخل الشمالي لمدينة المدية حيز الخدمة والاستغلال. المنشأة تعد الشطر الأخير من مشروع طريق سيار شمال جنوب البرواجية البريدة. التغطية كانت لمعمر العروسي. نقمنا اليوم بفتح لحركة المرور هذا المقطع والشطر الأخير من المقطع اللي يربط ما بين الشفا والبرواقية على مسافة 53 كيلومتر. هذا كما تلاحظوا يكون عنده واحد البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياحي على المنطقة على ولاية المدية وعلى كل الولايات الشمال الجنوبية ربطهم بالشمال.